قالت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستينا ألبرتين إن مؤتمر شرم الشيخ يبحث تعزيز التعاون في الجرائم المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أوضحت المسؤولة الأممية أن لديها تفويضا لمساعدة الدول الأعضاء على تقوية قدراتها على مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والتي تنتشر بشكل كبير في القارة الإفريقية. نحن هنا في شرم الشيخ، لدينا مؤتمر لمدة 4 أيام لنرى كيف يمكننا تحسين تعاوننا في الجرائم المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. وكما رأيتم لدينا تفويض لمساعدة الدول الأعضاء لتقوية قدراتها من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. ونعلم جيدا أن الجريمتين لا تزالان منتشرتين في إفريقيا. لدينا العديد من حالات الهجرة تحدث من بلدان في شمال إفريقيا متجهة إلى أوروبا. البلدان متصلة من خلال طرق للهجرة، وبالتالي يرتبط بها جرائم الإتجار بالبشر والمهاجرين. ولكي نكون قادرين على تفكيك الشبكات الإجرامية ولتحديد هوية المشتبه بهم في عمليات الإتجار بالبشر، نحتاج إجراء تحقيقات وتعاوناً مع جهات التحقيق والسلطات المحلية.